بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع الكاسلمان ديزيز. انا عارفة ان هو ممكن ما نكونش احنا اصلا شفناه قبل كده ولا هنشوفه، لان هو ايه ديزيز رير شوية. تمام. ايه هو الكاسلمان ديزيز؟ ده بناين ورير، حاجة اسمها لينفو بروفريتيف كونديشن. يعني ايه في الاخر؟ يعني الليمفادينو بس. يعني له اسمين تانيين، اللي هو انجيو فوليكولار لينف نود هايبربليزيا وجاينت لينف نود هايبربليزيا. تمام. هو يعني بيأفكت اي لينف نود في اي مكان في الجسم، ومن هنا تيجي اهميته في الديفرنشال بتاعه. تمام. احنا عندنا تو تايبس منه، اللي هو اليوني سنتريك والمالتي سنتريك. تمام. اليوني سنتريك ده هو الموست كومون. تمام. احنا خلينا نتفق بس ان الاثنين رير، يعني الانسيدنس زي ما احنا شايفين 16 حاله بير مليون في السنه، اللي هو اصلا يعني ايه حاجه رير جدا. ده بالنسبه لليوني سنتريك. اللي هو المالتي سنتريك يعني يكاد يكون برضو ايه 5 حالات بير مليون برضو في اليونايتد ستيتس في السنه. فده برضو يعني حاجه رير جدا. طب هو مهم ليه؟ احنا هنعرف بعد كده هو مهم ليه. نرجع تاني لليوني سنتريك والمالتي سنتريك. اليوني سنتريك ده هو الموست كومن، والسيمتومز بتاعته بتبقى ايه اقل. المالتي سنتريك ده بقى اللي هو دايما بيجي مع الاتش اي في وبيأفكت كذا حاجه، يعني بيبقى حاجه شبه، يعني مش عايز اقول لكم ان هو شبه الليمفوما. يعني هو الحوار كله عشان خاطر نفرقه ما بين الليمفوما وما بين الفاريانت ايه بتاعته. بيجي بقى بايه ديفيوز ليمفادينوباسي واورجانوميجالي وسيستميك انفلاماتوري ماركرز وكده. يعني كلام برضو ستيل احنا ايه جنرال، احنا مهتمين بيه ليه. تمام. نكمل بقى. زي ما قلنا الانستانس هنا 16 حاله بير مليون، والانستانس في المالتي سنتريك 5 كيسز. برضو بالنسبه للايدج اونست في حوالي الفورث ديكيد او الفيث ديكيد بالنسبه للتاني، ومفيش يعني نون ريسك فاكتورز بالنسبه لليوني سنتريك، لان هو زي ما احنا هنقول بعد كده هو بيجي اصلا ليمفادينوباسي وغالبا في الميديا ستاينال، هي سنجل ميديا ستاينال ماس وخلاص، امالجاميتد لينف نودز. التاني بقى المالتي سنتريك هو اللي ممكن يبقى ايه يعني مهم شويه بالنسبه للريسك فاكتورز، لان بيجي معاه الايه الاتش اي في، هو بيجي مع الاتش اي في. تمام. وبعض الفيرال انفكشن زي الابشتاين بار فيروس وكده. زي ما قلنا الكاسلمان اشهر حاجه بيجي في الليمف نودز بتاعه الشيست. عندنا زي ما قلنا النوعين اللي هو المالتي سنتريك واليوني سنتريك. المالتي سنتريك بيبقى ليه سيستميك سيمتومز زي الليمفوما زي ما قلنا، من هنا اهميته ان احنا ايه نفرقهم من بعض. اليوني سنتريك ده بيجي ميديا ستاينال ماس، سنجل ماس في الميديا ستاينال. اهم حاجه ان احنا نفرقها منين؟ من النيروجينيك تيومر. علشان نشخص الكاسلمان ديزيز ده من الاخر احنا عايزين بايوبسي. تمام. عشان هو يعني دي ليمفادينوباسي. تاني بقى الكلينيكال بتاعه. اليوني سنتريك قلنا اللي هو السوليتري ماس، ممكن تيجي بقى في الشيست، هتدينا بقى السيمتومز العاديه اللي هي الهيموبسيس والديزنيا والتشيست بين. ممكن يجي في الابدومين، هتجيب لنا بقى السيمتومز اللي هي فيج، برضو كلام فيج برضو، يعني ابدومينال بين الماس افكت، ممكن يعمل باول اور يوريتر يعني اوبستراكشن. لو جه بقى في البريفرال لينف نودز في النك والاكزيلا برضو هيعمل ايه، هتلاقي زي الحالات اللي بتجينا في السونار عادي، بالبابل لينف نود ونوت تندر. تمام. ده بالنسبه لليوني سنتريك. نعيد حاجه. تمام. المالتي سنتريك ده بقى اللي هو اللي احنا قلنا قبل كده ان له سيستميك مانيفيستاشن. الكلام كله برضو ايه، يعني انت مثلا لو جالنا حاله فيها هيباتوسبلينوميجالي وليمفادينوباسي، احنا اول حاجه هنفكر فيها ايه؟ هنسجست ان دي ليمفوم. تمام. زي مثلا الحالات اللي بتجيلنا كتير في السونار فيها ابدومينال ليمفادينوباسي واورجانوميجالي، فاول حاجه بتيجي في دماغنا على طول ايه؟ ان احنا نقول ان دي حاله ليمفوما. وهنا برضو تكمن اهميه البايوبسي، ان احنا نفرق يعني عشان العلاج هيبقى مختلف تماما. يعني
فبالنسبة للكلينيكال هنا بيبقى فيه فيفر ونايت سويت ولوسوفويت اناساركا اللي هي يعني جنراليزد إديما بقى وفلويد ريتنشن بلورال وبريكارديال افيوجن واسايتس هيباتوسبلينوميجالي وليمفادينوباسي. كلام يعني احنا ممكن نكون شفناه في كذا حاجة، بس احنا طبعا ما اعتقدش ان حد فينا شخص كاسلمان ديزيز او هيجي على دماغنا اصلا يعني. في هنا بقى لابوراتوري تيست بقى هيبقى انيميا هايبو البومينيميا، واهم حاجه الاليفيتد ليفلز اللي هي بتاعه الانفلاماتوري ماركرز اللي هي الانترليوكين 6 والانترليوكين 10. اسوشيشنز بقى ايه الحاجات اللي بتيجي مع الكاسلمان ديزيز، دي حته مهمه تمام. دي اسوشيشنز مش ديفرنشال، ديفرنشال دي حاجه تانية. يعني الكاسلمان ديزيز ده بيجي مع ايه كمان، ممكن يجي مع ايه؟ احنا قلنا له ديفرنشال اللي هو المهم اللي هو الليمفوما، لكن هو اصلا كمان بيجي مع الليمفوما تمام. في حاجه اسمها اللي هي التي اي اف ار او، تي اف ار او ده اختصار تمام، هناخدهم واحده واحده ونتكلم فيهم. ماشي، اول واحده بقى اللي هي ايه التي اي اف ار او مع المالتي سنتريك تمام. التي اللي هي الثرومبوسايتوبينيا والاناساركا والفيفر والرينال انسفيشنسي والاورجانوميجالي، ده مع الايه مع المالتي سنتريك. تاني واحد عندنا اللي هو اللي معاه البارانيوبلاستيك سيندروم. البارانيوبلاستيك سيندروم دي هتبقى فيها ايه؟ اورجانوميجالي برضو، اندوكراينوباسي ومونوكلونال بلازما سيل وبيبقى فيه سكين تشينجز وفاسكولار تشينجز و بريفرال بولين نيوروباثي تمام. ده برضو مع المالتي سنتريك. يبقى عندنا حاجتين، اول حاجه اللي هو الاختصار اللي هو ده الثرومبوسايتوبينيا والاناساركا والفيفر والرينال انسفيشنسي والاورجانوميجالي. تاني حاجه اللي هو ده اللي هو معاه بارانيوبلاستيك سيندروم. انا عارفه ان هي بارانيوبلاستيك سيندروم دي بتلخبطني انا شخصيا، لو فاكرين بتاع اللي هو الباراثايرويد وال فيعني نحاول ان ايه نفتكرها بقى بالايه. الاول الاورجانوميجالي ده معانا في اي حاجه، الاندوكراينوروباسي، فاسكولار تشينجز شبه اللي هو الرينول فينومينا، والسكين تشينجز زي هايبر بيجمنتيشن وبابيل ديما وفوليوم اوفرلود اللي احنا كنا قايلينها برضو شبه اللي هي الاديما يعني والاناساركا وكده، والبريفرال بولينيوروباسي. يبقى سكين وفاسكولار تشينجز وبريفرال بولينيوروباسي وبون ليجنز، يعني نحفظ اي حاجه منهم يعني. فكرة ده سؤال كويس في الامتحان يعني ممكن يجيبوه. الاسوشيشن بقى الليمفوما مش الديفرنشال هنا، يعني احنا مثلا قلنا اللي هو الديفرنشال بتاع الليمفوما نفس الكلام الاورجانوميجالي والليمفادينوباسي. هنا بقى الاسوشيشن بقى ان هو اصلا ممكن الحاله تبقى ليمفوما ومعاها ايه الكاسلمان ديزيز، او اللي هم الحالات اللي الكاسلمان اللي هي اليوني سنتريك والمالتي سنتريك كمان الريسك بتاع الليمفوما فيهم بيزيد. هما ايه بقى يعني بيجي اكتر نون هاجكن تمام. في حوالي 25% من حالات اليوني سنتريك والمالتي سنتريك بيجي لهم ليمفوما اللي هي طيب اللي هو نون هاجكن، ليس لايكلي يعني انها تيجي الهاجكن او البلازما سايتوما. في نوع تاني اللي هو رير شويه اللي هو البرايمري افيوجن ليمفوما، ده بيبقى اسوشيتد معاه الايبشتاين بار انفكشن، والمميز فيه ان احنا بيبقى عندنا مالجنانت فلويد اكيميليشن في البلورال والبريكارديال والبريتونيال ريزس، بس مفيش ليمفادينوباسي تمام. بعد كده معانا في حاجه اسمها فوليكولار دندريتيك سيل ساركوما، دي حاجه رير نيوبلازم برضو، بيطلع من حاجه اسمها جيرمينال سنتر بتاع الليمفنودز. اليوني سنتريك ده اللي هو البريسبودنج فاكتور بتاع الفوليكولار دنتريتيك سيل الليمفوما، وبعض الحالات من الايه المالتي سنتريك. بيجي في ايه بقى سيرفايكال واكزيلاري وميدياستاينال ليمف نودز وحاجات برضو الاكسترا نودال ايه سايتس اللي هي الحاجات اللي في البريفرال. الكلينيكال بتاعه بيبقى ريليتد للماس افكت، يعني لو في الشيست برضو ممكن يجي الشيست بين وكف وابدونال بين وديستنشن. ببقى معاك كلينيكال برضو فيفر الليفيتد وايت بلود سيلز وبرضو الانفلاماتوري ماركرز اللي قلنا عليها.
اسوسيشن تاني مهم للمرض ده اللي هو الكابوسي ساركوما. اعتقد كلنا نسمع عن الكابوسي ساركوما طبعا ورابطينه بالاتش اي في، ده اشهر حاجه معاه هنا برضو، وده ممكن يبقى اسوسيشن. هو لو تو انترميديت جريد ميزينكايمال نيوبلازم. الدايجنوزيس بتاع الكابوسي ساركوما ريبورتد في حوالي 72% من الكيسز اللي هي اتش اي في ريليتد مالتي سنتريك. يعني احنا اصلا الراجل عنده مالتي سنتريك كاسل مان ريليت ومعاه اتش اي في، 72% من الحالات ديت هيبقى معاهم كابوسي ساركوما. تمام، يعني احنا قلنا في الاول ان احنا عندنا نوعين، اليوني سنتريك والمالتي سنتريك. المالتي سنتريك كومونلي بيبقى معاه اتش اي في انفكشن. من الحالات دي بقى هيتحول لكابوسي ساركوما حوالي 72%، ودي نسبة عالية. يعني الحالات اللي هي ما فيهاش اتش اي في من المالتي سنتريك ده اقل شوية انها ايه تديفلوب كابوسي ساركوما. اهم حاجة المانيفستيشن بتاعت الشيست بيبقى فيها ايه بقى، حاجة عارفين اللي هو في الشيست نفسه بيبقى بيري برونكو فاسكولار سوفت تيشو دينستيز، يعني وباستي الصغيرة كده حوالين الفيسلز والبرونكاي. تمام، وطبعا كلنا عارفين الجراوند جلاس بيتكتب في كل السيتي جيست يعني، ويبقى فيه بلورال افيوجن وليمفادينوباسي ميدياستاينال وهاير. يعني الكابوسي ساركوما في الشيست المانيفستيشن بتاعت الشيست هنلاقي اوباسيتيز بسيطة كده في البارينكما بتاع اللونج وبلورال افيوجن وليمفادينوباسي. تمام، لو جه في الليفر والاسبلين هنلاقي بقى ايه نوديولز هايبو انهانسنج، وممكن تاخد انهانسمنت في الديلايد، يعني هنلاقي نوديولز يعني فوكال ليجنز. يعني بالنسبه للاستومك بيجي بحاجه مميزه شويه لو احنا بنشتغل باريم، حاجه اسمها بولز اي او التارجت ليجن، كلنا اكيد شفناها قبل كده في حالات الباريم بتاع الاستومك لما بنعمل دبل كونتراست ستادي. حد عارف الدبل كونتراست ستادي بتعمل ازاي؟ بالظبط كده، بعد ما كده بنخليه يجيب فوار ويشربه، ده الدبل كونتراست. الدايجنوزيس زي ما احنا قلنا في الاول هو اساسا يعني علشان نفرقه من الحاجات التانية، واهم حاجة زي ما قلنا البيوبسي. تمام، يعني انا عندي لينفادينوباسي، طب انا كغاده قلت عليها لينفادينوباسي واورجانوبيجري، اول حاجه هتيجي في دماغي ان هو لينفوما، وطبعا العلاج بتاع اللينفوما ده هيبقى مختلف تماما عن العلاج بتاع الكاسل مان ديزيز. البايوبسي بقى لازم تكون اكسجنال بايوبسي، لو ما نفعش الاكسجنال بايوبسي يتاخد كور نيدل كور بايوبسي، لكن الفاين نيدل ما تنفعش في الموضوع ده. إيه طبعا بقى الايمجنج العادي احنا بنعمل للعيان ايه، هل الكونفنشنال راديوجرافي اللي هو الاكس راي والحاجات دي هتفيد العيان ده في حاجه، يعني الليمفادينوباسي هتبان ازاي؟ يعني مش هي دي حاجه يعني ايه نون سبيسيفيك، مش العيان مش هيستفيد منها كتير يعني. لكن السونار طبعا مهم، يعني اول حاجه هنشوفها يعني لو حد مثلا عنده سويلنج في النك ولا حاجه يعني هيجي يعمل سونار، او حتى الابدومينال الليمفادينوباسي هيجي يعمل سونار، هنشوف ان هنقول ان فيه ليمفادينوباسي، وكمان هنستخدم السونار ده في الجايدد سامبلنج، يعني واحنا بنعمل ترو كات او اكسجنال حتى. السي تي طبعا ده اهم موداليتي، يعني احنا هنشوف المدياستاينال ماس بتاعه اليونيوليكولار ازاي يعني بالسي تي طبعا، وطبعا الحاجات الاورجانوميجالي والحاجات الابدومينال، هو السي تي طبعا الموداليتي اوف تشويس يعني. والام ار اي ده علشان لو في بقى ماسس كبيره عايزين نشوف الريليشنز بتاعتها مع الاستراكشر. وبالنسبه للبيت سي تي طبعا هو بياخد ابتيك في الابتيك للماتيريال بتاعت البيت سي تي. احنا عشان نشخصه عندنا، مش عارفه ده واضح عندكم ولا لا، بس اعتقد واضح اهوت. عندنا كرايتيريا بقى، ميجر كرايتيريا وماينور كرايتيريا وحاجات تو بي اكسكلودد. يعني لو العيان ده الاول خلينا ناخد الحاجات اللي هي تو بي اكسكلودد، يعني لو هو الحاجات اللي هي الابشتاين بار فيروس، الليمفو بروليفريتيف ديس اوردرز اللي هي الكرونيك او الاكتيف، برضو ابشتاين بار، الحاجات السايتوميجالو فيروس، الحاجات اللي بتعمل ليمفادينوباسي وهي انفكشوس. يعني
الاكتيف تيوبركلوزس، التوكسوبلازموزس، حاجات الاوتو اميون اللي هي السيستيميك لوبس والروماتويد ارثرايتس معاها والستيلز ديسيز، دي حاجات دي كلها معاها الليمفادينوباسي. واصلا لو احنا متشخصين كمالجنانت ايه مالتيبل مايلوما وليمفوما او معاه اسوشي الليمفوما تبقى معاه اسوشيشن، بس هو كده خلاص انت عرفت ان الراجل ده ايه ليمفوما، خلاص دي حاجات اكسكلود ان احنا ايه مش هيبقى انا مشخصه ليمفوما ارجع اقول اصل في كاسل مان، خلاص بقى احنا كده ايه ليمفوما. عندنا بقى الايه الكرايتيريا تاني، الميجور كرايتيريا والماينور كرايتيريا. الميجور كرايتيريا زي ما قلنا اهم حاجه البايوبسي، هيستوباثولوجيكال لينف نود فيتشرز كونسيستنس ويز ايه السبيكترم بتاع الكاسل مان ديزيز. الماينور كرايتيريا بقى الحاجات اللابوراتوري والحاجات الكلينيكال، احنا زي ما قلناها في الاول اللابوراتوري الحاجات الانفلاماتوري ماركرز بقى اللي هي الاليفيتد اس ار والسي ار بي والانترليوكين 10 و6، ومعانا طبعا انيميا وهايبو البومينيميا وثرومبوسايتوبينيا. الكلينيكال بقى اللي هو النايت سويتس وفيفر وويت لوس اللي احنا قلناها في الاول، اللارج ليفر اور سبلين والاناساركا اللي هي الاديما والاسايتس والبلورال افيوجن والليمفوسيتيك انترستيشيال نمونيا. فاكرين لما قلنا بيري برونكو فاسكولار وستز وجراوند جلوس؟ يبقى احنا كده عشان نشخص عايزين بايوبسي، وعايزين البايوبسي دي هذه الميجور كرايتيريا بتاعتنا، واللارج ليمف نود ازيد من 1 سم، والماينور بقى الكلينيكال والحاجات الايه اللي هي الليمفادينوباسي والقصدي الاورجانوميجالي والاناساركا والفلويد اكيوميليشن والنايت سويت وفيفر وحاجات الايه اللاب بقى اللي هي الاليفيتد اس ار والسي ار بي. بس نكون اكسكلودنج الحاجات الايه اللي هي بتعمل ليمفادينوباسي اصلا، تمام، اللي هي الانفكشوس والاوتو اميون، وان احنا اصلا اوريدي مالجننت مالتيبل مايلوما وكده. الايمجنج بتاعنا بقى دي يا جماعه دي بالسونار، دي لينفنود هي ممكن تبقى شكلها سسبيشن شويه بس هي واخده كلر، دي لينفنود انلارجد وخلاص. انا بالنسبه لي هقول ايه انلارجد لينفنود اوف سسبيشن كرايتيريا لو انا هكتب سونار، بس انا يعني ما اقدرش بقى اقول كده. ده بقى الصوره الثانيه بتاعه السي تي بتاعه الميديا ستاينال ماس اللي قلنا عليها بتبقى كاركترستيك اللي هو اليونيولكولار كاسل مان ديزيز. الصوره الثانيه دي بيت سي تي وزي ما احنا شايفين كده ان هو واخد ابتيك اليونيسنتريك برضو زي ما قلنا مش شرط ان هو يبقى في الشيست، بس الشيست ده اللي هو الموست كومن، انما الفكره بس ان احنا بنلاقي حاجه واحده بس، يعني هنلاقي ليمف نود واحده بس زي ما احنا ايه زي اللي مشاور عليها كده. المالتي سنتريك بقى بنلاقي كذا حاجه، يعني ممكن نلاقي الميديا ستاينال ماس وادي البلورال افيوجن والبيري برونكو فاسكولار كافينج، وفي انجواينال الصوره اللي هي ديت اللي فيها الميدياستاينال ماس، وهنا تاني صوره اللي فيها البلورال افيوجنز، والصوره ديت اللي فيها الانجوينال ليمفادينوباسي، وهنا برضو معانا اورجانوميجالي وايه وبلورال افيوجن باين هنا. المانجمنت بقى هو بيختلف بقى على حسب اللي هو اليونيسنتريك بقى او الايه المالتي سنتريك. اليونيسنتريك المفروض ان هو سيرجيكال، يعني احنا خلاص هنعمل اكسجن للجزء اللي هو ده، لو مش هينفع نعمل سيرجري بقى بياخد بقى ايه ايراديشن ثيرابي او امبولايزيشن او اللي هو نيو ادجيفانت ثيرابي اللي هو ريتوكسيماب والحاجات دي. المالتي سنتريك ده مش هينفع له سيرجري بقى، ده عايز ايه سيستميك ثيرابيز بقى. الفيرست لاين اللي هو بقى النيو ادجيفانت ثيرابي اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو ريتوكسيماب والتوكسيماب والحاجات دي. لو البيشنت بقى مش هيستحمل الكلام ده يعني سيستماتيك يعني مش حلوه هياخد بقى ايه كيمو ثيرابي ساعات. البروجنوزيس ده بقى على حسب، يعني هو اصلا احنا عندنا عدد حالات يعني قليل، يعني زي ما بنقول كده في اليونيسنتريك 16 حاله لكل مليون، والتاني المالتي سنتريك 5 حالات، فاللي هو الكورس بتاع الديسيز اصلا يعني ايه مش هنعرف نحكم عليه. يعني في ناس يعني بيبقى الديزيز موجود ولو اندولنت كورس كده وسلولي بروجريسيف، يعني في ناس تانية بيبقى ريلابسنج وريميتنج كورس، في حاجات في نوع تاني بقى بيبقى في يعني الديزيز بيبقى فيتال وزن كورس اوف ويكس يعني، فهو احنا مش هنعرف نحدد برضو ايه دي بقى الاسوسيشن اللي قلنا عليها.
ودي البيبر اللي احنا واخدين منها الكلام كله. نعيد حاجة تاني، احنا طلعنا بايه من الموضوع ده؟ احنا الكاسل مان ديسيز ده حاجتين، يونيسنتريك ومالتي سنتريك. اليونيسنتريك قلنا بيبقى حاجه سنجل بس كده، وغالبا في الشيست، وغالبا ايه سنجل ميدياستاينال ماس. المالتي سنتريك بيبقى غالبا اسوشيتد مع الاتش اي في انفيكشن، وبيبقى في ايه في كذا سيستميك ديسيز بقى، معاه هيباتوس بلينو ميجالي واسايتس و هيباتوس بلينو ميجالي واناساركا والليمفادينو بس. والانستنس زي ما قلنا مفيش سكس ولا ايج بريديلايكيشن، ومفيش نون ريسك فاكتورز بالنسبه لليونيسنتريك. المالتي سنتريك هو اللي ايه معانا فيه الاتش اي في. وقلنا برضو ان الكلينيكال بتاعه في المالتي سنتريك ده حاجات جنرال كلها يعني، واللاب بتاعه انيميا وهايبو البومينيميا واليفيتد انفلاماتوري ماركرز. اليونيسنتريك بيبقى ريليتد للماس افكت بتاع الحاله، وفي اسوشيشنز دي اغلبها مع الايه مع المالتي سنتريك يعني. اول واحد ده الاختصار هنحفظه، تاني واحد بتاع البارانيوبلاستيك سندروم والكاوزي ساركوما اللي مع الاتش اي في واللينفوما والدنتريتكس اللينفوما. في كذا حاجه برضو اللي هي ماسكولوكتينياس ديسيز وكريبتوجينيك اورجانيزد نمونيا واوتو اميون سايتوبينياز وكده يعني. دي الاسوسيشنز. وقلنا ان العلاج بتاعه الدايجنوزيس بتاعه مينلي على البيوبسي عشان نفرقه من الحاجات التانية، والايماجينج بتاعه اهم حاجه بالنسبه لنا، ان احنا خدنا البيوبسي وعملنا سي تي، ودي الميجور كرايتيريا. اهم حاجه فيها برضو الهيستوباثولوجيك لينف نود اللي هي انلارجد ازيد من 1 سم، وفيها الفيتشرز بتاعه الكاسل مان ديسيز، وان احنا لو اصلا حالات بقى اللي هي الاتش اي في والابشتاين بار والحالات الاوتو اميون واللي هي النون مالجنانس دي اصلا اكسكلودد من الدايجنوز، دي بيت اكسكلود ان هو كاسل مان. وشفنا شويه صور يعني، احنا بس الفكره ان اليونيسنتريك زي ما قلنا حاجه واحده بس، والمالتي سنتريك بيأفكت الاورجانز وبيجي في كذا مكان، والمانجمنت بتاعه زي ما قلنا برضو ايه اليونيسنتريك ده يا سيرجيكال يا اما ممكن ياخد علاج، والمالتي سنتريك ده مش هينفع له السيرجيكال فهيضطر ان هو ياخد علاج. وبرضو الافكت بتاع يعني الديسيز برضو ممكن بقى يخف، ممكن يبقى سلولي بروجريسيف، ممكن يبقى بروجريسيف في فتره زمنيه قليله. تمام، حد عايز يسأل في حاجة؟ خلاص.